اظن حضراتكم فاكرين ان انا بهزر. الجو فعلا برد جدا، بس طبعا مش هنستمر في الحلقه بالصوره دي، بس عايز ابين لحضراتكم قد ايه البرد مؤثر حتى جوه الاماكن المغلقه. وده يوم من الايام اللي احنا هنفتكرها دايما، يعني النهارده الخميس 9 صفر 1435 12 ديسمبر 2013 3 كيهك 1730. معرفش الحاج كيهك ليه عامل فينا كده الحقيقه، ونقول له يا كيهك بلاش كده، هو مصمم. لكن فعلا الجو بره لا يطاق. دي بطانيه، يعني حاجه طبعا انا عارف ان انتوا هتسيبوا كل حاجه وتركزوا على التايجر، انا عارف. وادي اضحكوا عليه، وادي طاقيه. بوري حضراتكم ايه امكانيه ان الواحد العادي ممكن يحمي نفسه. ف يعني كتير من الناس حتى في البيوت لابسين اللبس ده، والمغزى والمعنى للي انا بعمله ده هنلاقيه بعد دقايق. هنقارن بين اللي انا بعمله ده وبين تقرير مهم هنشوفه مع حضراتكم. لكن عمليه الطقس فعلا خطيره جدا في البلد، وفي تحذير انه حاله عدم الاستقرار دي هتستمر لبكره. بكره الجمعه هيكون في طقس شديد البروده على كافه الانحاء، ويستمر تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على كل دي حاجات ديباجات كده مالناش علاقه بيها. لكن بكره درجه الحراره في القاهره الكبرى 12، الكبرى مش الصغرى، الكبرى 12 درجه الحراره، الصغرى 7 في القاهره، 12 الكبرى 7 الصغرى.